رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي والاهلي نعم بيتفاوض بيتفاوض بقوه وبجديه في هذا الامر والاهلي بيحاول بكل الطرق انه يحسم صفقه رضا سليم لاعب الجيش الملكي على فكره الاخوه في المغرب ميبقاش عندهم مشكله يعني هم القصه عندهم هي ناس دول بيشتغلوا بيزنس بيشتغلوا تسويقيا بيشتغلوا ماديا بشكل جيد وهي المغرب ولاده فكل الامور ماشيه بشكل كويس لانه خلاص سوزا ده بدلا من برونو سافيو لكن سوزا عفوا رضا سليم لو دخل ممكن حد يتحرك في كلام انه ممكن القندوسي يخرج على سبيل الاعاره مجرد كلام وان كان كولر مقتنع بيه جدا لكنه ده كلام بيتقال لكنه لو حدث هتبقى مفاجاه